فوائد ومعلومات. فوائد العسل. العسل هو منتج من منتجات الطبيعة التي يتم استعمالها في العديد من الأغراض العلاجية. يتم إنتاجه عن طريق النحل من رحيق النباتات، ويحتوي على أكثر من 2000 مادة، ويتكون بشكل رئيسي من الماء وسكر الفركتوز والجلوكوز، ويحتوي أيضاً على سكريات الفركتوز قليلة التعدد وأحماض أمينية وفيتامينات ومعادن وأنزيمات. ويختلف تركيب العسل باختلاف النبات الذي ينتج العسل من رحيقه، ولكن بشكل عام تحتوي جميع أنواع العسل على مركبات الفلافونيد والأحماض الفينولية وحمض الإسكوربيك ومركبات توكوفيرول وأنزيم الكاتالاز، وتعمل غالبية هذه المركبات معا في التأثير المضاد للأكسدة. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن أهم فوائد العسل الصحية والعلاجية. يساعد الاستعمال الخارجي للتحضيرات المحتوية على العسل في شفاء الحروق التي يوضع عليها، حيث يعمل العسل على تعقيم مكان الحرق وتسريع إعادة تجديد الأنسجة وتخفيف الالتهاب. كما ويعتبر استعمال العسل في شفاء الجروح أحد أهم الاستعمالات الفعالة للعسل، والتي تم دراستها علمياً، إذ يساعد وضع تحضيرات العسل أو الضمادة المحتوية على العسل في تسريع شفاء الجروح. فقد وجدت الدراسات أنه فعال في علاج جميع أنواع الجروح تقريباً، مثل الجروح بعد العمليات الجراحية وتقرحات القدم المزمنة والخراجات والخدوش. الوقاية والعلاج لأمراض الجهاز الهضمي مثل التهاب المعدة والإثني عشر والقرحة الناتجة عن البكتيريا، حيث يمنع العسل التصاق البكتيريا في الخلايا الظهارية بتأثيره على خلايا البكتيريا، وبذلك يمنع المراحل الأولى من الالتهاب، كما يعالج حالات الإسهال والتهاب المعدة والأمعاء البكتيري. علاج الالتهابات الفطرية، حيث يعمل العسل غير المخفف على منع نمو الفطريات، ويعمل العسل المخفف على وقف إنتاجها للسموم، ووجد له تأثيرات في العديد من أنواع الفطريات. وجد للعسل الطبيعي تأثيرات مقاومة للفيروسات، ووجد أنه آمن وفعال في علاج تقرحات الفم، كما وجد أنه يمنع نشاط فيروس الحصبة الألمانية. وجدت الدراسات أن تناول العسل يومياً يسبب انخفاضاً بسيطاً في مستوى الجلوكوز والكوليسترول ووزن الجسم عند المصابين بمرض السكري، ووجد أن العسل يبطئ من ارتفاع سكر الدم مقارنة بسكر المائدة أو الجلوكوز. وجد أن تناول العسل قبل النوم يخفف من أعراض الكحة عند الأطفال من عمر سنتين فأكثر بدرجات فعالية متشابهة لدواء الكحة بالجرعات التي تعطى دون وصفات طبية. علاج بعض حالات العيون مثل التهاب الجفون والتهاب القرنية والتهاب الملتحمة وجروح القرنية وحروق العين الحرارية والكيميائية. ووجدت إحدى الدراسات أن استعمال العسل كمرهم لحالات لا تستجيب للعلاج قد حسن من 85% من هذه الحالات. وجدت العديد من الدراسات أن العسل يعتبر مصدراً جيداً للكربوهيدرات خاصة للرياضيين قبل وبعد تمارين المقاومة وتمارين القدرة على التحمل الأيروبيك، كما يعتقد أنه يحسن من الأداء الرياضي. يمكن استعمال العسل في حفظ الأغذية، كما وجد أنه محلل مناسب ولا يؤثر على البكتيريا النافعة الموجودة في بعض أنواع الأغذية كمنتجات الألبان. وجد للعسل خصائص مضادة للالتهاب ومحفزة للمناعة دون الأعراض الجانبية الموجودة في الأدوية المضادة للالتهابات كالتأثير السلبي على المعدة. تعمل المركبات الموجودة في العسل كمضادات للأكسدة، ووجد أن العسل داكن اللون يحتوي على نسب أعلى من الأحماض الفينولية، وبالتالي له نشاط أعلى كمضاد أكسدة. وتعرف المركبات الفينولية بفوائدها الصحية مثل مقاومة السرطان والالتهاب وأمراض القلب وتخثر الدم، بالإضافة إلى تحفيز مناعة الجسم وتسكين الألم.
تخفف تناول العسل من فرصة الإصابة بالتقرحات التي تصيب الفم بسبب العلاج الإشعاعي. كما وجد أن تناول 200 ميلي من العسل أو استعماله في الفم يخفف من شدة الالتهابات التي تصيب الفم بسبب العلاج الإشعاعي، ويخفف من الألم عند البلع ومن خسارة الوزن المرافقة للعلاج. تقلل مضادات الأكسدة الموجودة في العسل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحمل العديد من المركبات الموجودة في العسل خصائص واعدة لدراستها واستعمالها في علاج أمراض القلب في المستقبل، حيث أن للعسل خصائص مضادة للخثرات ومضادة لنقص الأكسجين المؤقت الذي يصيب الأغشية بسبب عدم وصول الدم الكافي إليها. يمكن أن يخفف العسل من ألم خلع الأسنان ويقلل من نزيف اللثة في حالات التهاب اللثة. لذا وبعد أن عرفنا فوائد العسل المختلفة والكثيرة، لابد من تناوله يومياً كملعقة على الريق للاستفادة القصوى من خصائصه العلاجية. اشتركوا الآن ليصلكم كل جديد على قناة فوائد ومعلومات.